تدوم بدوامك وتبقى ببقائك وتتجدد بعطائك وتليق بذاتك يا ذا الجلال والإكرام. وارضى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل الأكابر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل بيت النبي، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن صحابته كلهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك آمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، مسكين إنسان هذا العصر الذي تعرض للعديد من الإغواءات والإغراءات التي سعت إلى تشويه تاريخه وماضيه واقتلاع جذوره من أرض الراسخة وإلقائه في أرض الغرور والأوهام، حيث الحضارة والرقي والتقدم والصعود إلى المريخ وامتلاك أزمة هذا الكون والتحكم فيه بما يريد. بعدما حاولت تلك الإغراءات والهوايات تحلل بلدان من قيود الدين والقيم والموروثات الأخلاقية، ليجد نفسه مع الأسف منحطا إلى وحل الإباحية والشذوذ والانحلال والإدمان والإلحاد والانحراف، ملقا في شرح العزلة يعيش وحده بعدما قطع جذور الصداقات الجادة والعلاقات القوية من الأهل والأحبة والمعارف والجيران، يعيش على أرض الوحدة وشاطئ العزلة منفردا، فإذا ما مرض أو شاف أو أصابه هم أو بلاء لا يجد يدا حانية تمسح آلامه ولا أحدا يطمئن عليه. فبدنا اليوم نسمع كثيرا عن الاكتئاب والحزن والتعاسة والشقاء، وباتت الأمراض النفسية مصطلحا يردد على الألسنة وتتناقله الأفواه أكثر مما نسمع كلمات التحية من صباح الخير ومساء النور. ولا شك أيها الإخوة الأحباب أن الإنسان الذي يعيش لنفسه وبنفسه فقط لن يجني إلا التعاسة والحزن، فما استحق أن يولد من عاش لنفسه. في خضم تلك المعركة الدامية نسي الإنسان أهم ما يميزه وهو الإنسانية، والتي بها ترقى إلى مصاف الخلود ليشارك الملائكة في الطهارة والسمو والنقاء والرقي والإبلاغ. إن أسمى ما يميز الإنسان عن سائر المخلوقات جميعا هو إنسانيته التي تتحلى بالعطاء والبذل والمحبة والاحترام والتسامح والعفو. إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدر ما معناها، أنا بالحب قد وصلت لنفسي وبالحب قد عرفت الله. نسي الإنسان أنه إنسان ليس ملكا كريما وليس نبيا مرسلا، إنما هو إنسان ليس فيه شيء يميزه عن غيره من سائر البشر، فكلنا سواء وكلنا أمام الله تعالى سواسية. الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فضل لإنسان على غيره إلا بإثبات ذاته والتحلي بالأفضل من مكارم الأخلاق وصالح الأعمال. وإن الإنسان لا يترقى ولا يترقى
وإليه يعود، فأنى له أن يتكبر على غيره أو أن يتعلق بما عنه سريعا يزول أو يغتر بما لا يملك. هذا نبينا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي هو بحق رسول الإنسانية، علمنا قيم المحبة والتسامح. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تمر من أمامه جنازة فيقوم لها إعظاما، فيقال له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فيقول لأصحابه مؤدبا ومعلما: أليست نفسه؟ ويقف في نفوس أصحابه والمؤمنين به من بعدهم قيم المحبة والرحمة. فهذا أحد أصحابه أرسله رسول الله في سرية يحارب أعداء الله، فإذا به يعود إلى النبي يقص عليه ما كان من أمره في تلك المعركة، ويخبره أنه قاتل شابا مشركا حتى سقط السيف من يده، فإذا بأنثى كانت تحبه وتميل إليه وتعلق قلبها به مشركة كالشاب، تأتي فتلقي بنفسها على صدر حبيبها حتى لا يقتل. لكن الصحابي لا يعبر بتلك المشاعر، ويغرس سيفه في صدر الفتاة، في صدر الفتاة وصدر الشاب. وإذا برسول الله يغضب غضبة شديدة ويقول لصاحبه هذا: ألم يكن فيكم رحيم؟ أين الرحمة من قلوبكم؟ هكذا يعلي رسول الله قيمة المحبة، ويعزز دور المشاعر الإنسانية حتى لو كانت مع غير المسلمين. فكلنا أمام الله سواء، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، وتزداد غضبته حتى تصل إلى أوجها في الذروة حينما يسمع ثريا من أصحابه يعتز بسلطانه وجاهه العريض وعنصريته القديمة، فيقول لواحد من العجيب السود: وضع ثيابه عن غير عمد ودون ما قصد يا ابن السوداء. فيتجه إليه رسول الله كالريح كالريح قائلا له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. طف الصاع طف الصاع طف الصاع، أي فاض الكيل وطفح. ليس ابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. يرسي رسولنا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبدأ عظيما من مبادئ الإنسانية التي ينبغي علينا أن نتحلى بها كقيمة ومبدأ، ألا وهو مبدأ المساواة. فلا تفاوت بين الناس، فلا يترك فلان بخطيئته التي فعلها لأنها ذو حسب، لأنه ذو حسب ونسب، ويعاقب فلان الذي لا يملك الثراء والسعة. تسرق في زمن رسول الله امرأة مخزومية، فيأمر رسول الله بقطع يدها، فيتوسط إليه أهلها لأنها امرأة شريفة، امرأة حسيبة نسيبة، لها مركز مرموق وعائلة تعير بقطع يد ابنتهم. فإذا بنبينا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيب على حبيبه أسامة ويعاتبه قائلاً:
في حد من حدود الله. والله لو صرفت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. إنما أهلك الله من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الرضيع أقاموا عليه الحد. ويتعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الإنسانية الثانية السمحة من سيرته ومن سنته الغراء، فيعلمون أننا جميعا كمخلوقات صنع الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم. ففي زمن فاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه يرى خادمه أخذ الفرس وسعى به هنا وهناك ليحضر له طعاما اشتهاه أمير المؤمنين، ويأتي الخادم وقد تصبب الفرس عرقا فيقول له سيدنا عمر: أتتعب بهيما من أجل شهوتي؟ ماذا يقول عمر غدا لربه إن سأله: يا ابن الخطاب أتتعب بهيما لأجل شهوة نفسك؟ هكذا يعيب الفاروق عمر على خادمه لأنه أتعب بهيمة. ويماثله في الإنسانية سيدنا أبو الدرداء الذي مرض فرسه وارتمى على الأرض يختبر، فجثى أبو الدرداء على ركبتيه وأخذ يمسح على ظهر الفرس ويقول له بلطف ورفق: لا تشكوني عند ربك، لا تشكوني عند ربك، فوالله ما أجعتك ولا أضمأتك ولا حملتك فوق طاقتك وكنت لك خير صاحب. إن الإنسان إذا ما تجرد من دينه وقيمه ومبعوثاته الأخلاقية يعيش معاناة نفسية وأزمة كبيرة من الأمراض والاكتئاب والأحزان والأوجاع. وهذا ما أكد عليه ربنا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فإذا أردنا الخير لأوطاننا وبلادنا فعلينا أن نبنيها بالدين وبالإنسانية الثانية التي هي أصل إسلامنا وأعظم ما يميز البشر أن يكون إنسانا. أسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر علينا وأن يحيي إنسانيتنا التي أداءتها المادية والمصالح والمطالع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، تعرض شاب يوما لحادث أليم وذهب به أبوه إلى المشفى وطلب من إدارتها استدعاء الطبيب الجراح، وتأخر الطبيب على المريض. وكل هذا والأمر يعاني الأمرين من القلق والخوف على حياة ولده، فلما رأى الطبيب مقبلا عليه عاتبه وصرف في وجهه: لماذا تأخرت وعرضت حياة ولدي للخطر؟ فقال له بهدوء: لا تقلق، سيكون بخير إن شاء الله، ودعني أمارس عملي. وتعجب الأمر من هدوء الطبيب وقال له: ما أكثر
وماعز جراحته وخرج من عند الشاف مبتسما وقال لوالده لقد شفى الله ولده. ومر الامر بسلام، فاراد ابوه ان يشكره وان يعتذر له، فاعتذر الطبيب منه وتركه وانصرف. فتبيض الاب، ولما راى احدى الممرضات نادى عليها قائلا: من يكون هذا الطبيب الذي عاملني في بدايه الامر ببرود وفي نهايه الامر بالهروب؟ فقالت له: لا تقنط ولا تلم، فان ولده قد مات. وترك ابنه لما علم بحادث ولدك واستدعيناه، وانه الان على عجله من امره ليدفن ولده. هذه هي الانسانيه التي تبني الاوطان، وهذه هي الانسانيه التي نرتقي بها الى مصاف الملائكه، حيث الطهاره والنقاء ما احوجنا ان نكون بهذه الاخلاق وان نتعلمها من الدين، لنبني انفسنا ونبني اسرنا على الاخلاق والقيم، ونبني اوطاننا ومجتمعاتنا على المحبه والاخاء والتسامح والرضا. اسال الله ان يوفقنا دائما وابدا الى ذلك. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الاعظم ان تبلغ روح رسول الله منا السلام، وامرك للطيبين منا التحيه والاكرام، وان ترحم من بنى هذا المسجد وكل من صلى فيه ومن بناه، والى ان يقوم باذن الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ورد ايدينا الى البر والتقوى، واجعلنا اللهم من عبادك السعداء، ووفقنا لما تحب وترضى، واحفظ اللهم بلادنا وشعبها وجيشها ومؤسساتها وبلاد المسلمين في مشارق الارض ومغاربها من كل مكروه وشر وسوء. اللهم ارزقنا السلم والامان، وجنبنا مضلات الزمان، واكفنا اللهم اهل الشرور والفسوق والعصيان، واختم